طب استنى يا حسن، دلوقتي انت بعد المدرسه بتاكل كنت بتلاقي ايه بره البيت؟ بلعب كوره. ما بتلاقيش حد بيبيع لك حاجه؟ بلاقي بره؟ بس ما احسش ايه ده. تلاقي كائن غريب كده بتلاقي الحاجات اللي كنت بتقرمشها في الاعلان والحاجات دي، مش كده؟ مقرمشات. اه لكن ما بتلاقيش الثمار الطبيعيه. لا لا ما حصليش نصيب. عامله كده دي. بيبيعوا ايه مثلا؟ حرنكش. اه شفت. والتين الشوكي. التين الشوكي ماشي. شفت وفي كتاكيت. كان في واحد بيبيع كتاكيت قدام المدرسه. ليه؟ والله كان بيبيع كتاكيت. والله كان كتكوت كده. كتكوت ملون اصفر واخضر مش عارف ازاي، تقريبا كانت تاني فرخه اللي في دماغي الحاجات دي مش عارف. يصبغوهم. بس هو كان بيموت مسافه ما تروح. يا اما انت تاخده تموته في البيت. لا ما بتلحقش، مش هو اللي مش انت اللي بتموته، هو بيموت لوحده. لا حول الله. هو جايبه عارف ان تقريبا يعني عارف ميعاد موته. ايه فكره انه يبيع كتاكيت؟ صحيح انا ما شفتش الحكايه. لا انا دي شفتها عندنا قدام الولاد ولا حاجه. شكلها هيخطف الولاد. وايه تاني؟ كتكوت كده كان يبقى لونه اصفر وفي اخضر واحمر. انا بتشم النسيم كلها. ده كان هو بيلونه. بيلونه عشان يبقى مغري بالنسبه للولاد. عشان كده كان بيموت؟ ما تعرفش. الله والله يعني مش عارفة أنا المعلومات دي. بس كده طب بتلاقي حرنكش وتين شوكي وكتاكيت. أو كتاكيت. إيه المدرسة؟ كتاكيت. والله كان في كتاكيت والمسكم. أنتوا مش مقتنعين ليه؟ مش قاعدين بالكم ساعة ما تقولوا مش عارفة إيه. مش عاجبك المنبوزيا يا مفتري؟ المنبوزيا يا نهار أسود.